لما بتكون نايم حواسك كلها بتكون نايمة معاك إلا حاسة واحدة هي اللي بتفضل صاحية. تعرف إيه هي؟ حاسة السمع هي الحاسة الوحيدة اللي بتفضل صاحية، بدليل إن هي اللي بتنتبه لأي إزعاج أو صوت وبتصحى بسببه. لذلك في قصة أصحاب الكهف لما ناموا أكتر من 300 سنة كان أهم سبب في النوم الطويل ده إن ربنا سبحانه وتعالى يضرب على أذانهم علشان ما يسمعوش أي صوت وما يصحوش. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أنا دكتور حسام محمد وبتمنى لكم حياة صحية سعيدة.